انا لما تضيعني كل ليله سبت بتلاقيني او بالحمره او بالاورجواي او بالجمايزي، اجواء والعانه دايما. حلو. وانت؟ انا شو؟ وين بتسهر بالعاده؟ ما تستغرب بس انا بالعاده ما بسهر، بيتوتي باغلب اوقاتي. يعني بصراحه هالقعده اللي قاعده انا وياك بتسوى 100 سهره. ما بحب العجقه والضجه والموسيقى العاليه. لا هيك شكلنا ما رح نتفق. ومثل؟ لا مش لهالدرجه. تلعب 14؟ بلعب بس بحب الشطرنج اكثر. لعبها مره وناسي شوي. طب خلص بنلعب طاوله. لو سمحت. تفضل. جبنا طاوله الزهر اذا بتريد. كانوا معينا. شايف لو تعرفت عليك امبارح بدل اليوم كنت عزمتك على خطبه اختك. ما بخبرك كيف كان الجو امبارح والعان. انتو الا ما طلعتيني كذابه قدامه بدي اسحب لك لسانك من دمك. انت اللي ربيتيني على الصراحه. شو بدك اياني كسب؟ هلا هيدا اللي طلع معي بس سيطرة. مشيتنا هلا ما صار شيء. عن جد والله العظيم عن جد انا ما عرفت ربي. شو بك؟ دورك. شادي في شيء بدي اياك تعرفه. خير ان شاء الله. نحن اول مرة بنلتقي بس بعتقد سامعين عن بعض قبل. انا هو نفس الشاب اللي كان بده اختك ياسمين قبل ما تخطب. حلو كتير. مساعدتك لإلي قبل شوي كانت فرصة ذهبية لك لتقرب مني وتعرف اخبار عن اختي ياسمين. لا ابدا. الموضوع منه الا صدفة. ايه حاجتك حاكي حاج. روق لوين قايم؟ فايت تصلح مكياجي والله. تصبح على خير ورقم اللي سجلته على تليفونك بتمحيه. اوعى تجرب تتصل فيي. صباح الخير حياتي. بونجور حبيبي. اوف شو ما هيك بكير؟ اتفقت انا ومروان نلتقي قبل ما ننزل على الشركه. يعني ما رح نشرب القهوه سوا؟ لا حياتي، بعدين كثره الكافيين ما بتسوى لابننا. اوكي؟ وايمتى راجع؟ بركي اذا خلصت بكير بنتغدى سوا. بدك شي حياتي؟ سلامتك حبيبي. آدم؟ إيه قلبي؟ نسيت تحط بارفان. معك حق، لأنه بلا بارفان ما كانت ولا صبية حلوة رح تقرب مني. بركي رح أقتلها يلي رح تقرب منك. في شي تاني كونتيسا؟ جرب ما تتأخر اليوم. طلباتك كترت كتير، تابعي على حالك. باي حياتي. صباح الخير نجات. صباح النور. شو ظاهر؟ ايه بدك شي من برا؟ لا سلامتك. ديري بالك على ورا. بعيوني اطمن. الله معك. بوجور. ليش تاخرتي على صفك؟ ما بزياده انك كسلانه وما بتستوعبي الدروس والسنه عندك تقديم رسمي. اذا مش سالاني عن حالك ومستقبلك سالي على القليل عن اهلك اللي عم بحطوا دم قلبهم كرمال يدفعوا القسط. جميل؟ استاذ جميل يا بلا مربع. يلا بشوف عصفك بسرعة.
تفضل. صباح الخير. أهلا عمر، فوت وسكر الباب. تاه مرسي. شو كيف كان هالويكند؟ عادي. اليوم هو أول نهار لك بالشركة. شغلك رح يكون على الشكل التالي. وقت اللي بيكون عنا تصوير رح تساعد شباب الإضاءة أو الصوت أو الديكور، يعني حسب النقص اللي رح يكون عنا. ما رح أقدر أشرح لك اليوم شو رح تعمل بالضبط، هني وقت الشغل بيشرحوا لك. عمر، الشغل منه صعب أبدا، بس بده دقة وهمة بنفس الوقت، وأنت أكيد رح تكون قد المسؤولية. ولما ما يكون في تصوير؟ رح تكون ستاند باي بالشركة وجاهز لأي شيء بينطلب منك. أنا مستعد. عمر، بدي منك تحب الشغل قد ما فيك، وتلقط كل شغلة بتصير حدك وتجرب تتعلمها. بهالطريقة بتكون عم بتطور حالك. ما بدي اياك بالمستقبل تبقى مساعد وبس. في اسألك سؤال؟ إذا بدك تسألني عن معاشك أنت رح تقبض. لا لا، مش عم اسألك عن معاش. لكن بدي اسألك ليه عم تساعدني ومن قلبك؟ لأني شايف فيك إنسان بيستاهل المساعدة والمساندة. بشكرك. طب فينا نحكي عن المعاش؟ آخر شهر وقت القبض بعرف بدي أقبض. ماشي الحال. طب هلا شو لازم أعمل؟ تمرق على مكتب المحاسبة، رح أحكيهم يصرفوا لك شيك بمبلغ صغير، رح ينخصم من معاشك آخر الشهر. بهالمبلغ بدي إياك بعد الدوام تنزل وتشتري فيه قطعتين تياب وتخلي معك مصروف بجيبتك، وبعد ما تخلص من المحاسبة بتمرق عند نادين السكرتير، هي رح تقلك شو رح تعمل بباقي الدوام. أوكي. وهلأ فيك تتفضل. بتمنى أكون عند حسن ظنك. وأنا كمان بتمنى. هلا اذا عزت شيء انا بكون بغرفه المونتاج. ولا نادين هي بدها لك. اوكي. ناي شو بيه صوتك؟ تعبانه ومتضايقه وما عندي غيرك اشكيله. شو في؟ شو صاير معك؟ البابا طلع تقاعد من فتره وما خبر حدا، وهذا الشيء اللي سبب له الانذار بالذبحه. من بعدها عامل اكتئاب. من شوي اتصلت فيي الماما وخبرتني انه عم يتصرف بطريقه كتير غريبه ومش عم يعرف حدا، حتى هي عم بتعامل معها كانها تلميذه عنده. ايه، وما شافه دكتور؟ يوسف جاب له دكتور. ايه، وشو قال؟ الزهايمر. طيب وما فهمت شو قاعده عم تعملي بالشركه؟ احملي حالك وروحي قاعده حد امك. يا لورا، ماني قادره اشوفه بهالحاله. ناي حبيبتي، طولي بالك، ما طالع بايدك تعملي شيء. أنا خايفة عليه وحاملة هم الماما. طنط لميا قوية وبتتحمل، ما تقولي لي مانك قادرة تشوفيه بهالحالة. روحي على البيت ناي وقعدي معه، وبعد الظهر رجعي لعندي، هيك بشوفك ومنحكي، ماشي؟ مرسي لورا. على شو حبيبتي؟ ما عملت شي. لكن ناي، بنترك على الغداء؟ لا، تغدي أنت وأنا بشوفك بعد الظهر. نجات، ما بتعملي شي من يلي طلبته منك. انت ما بتشتغلي عندها، سامعة شو عم قلك؟ خيي واخيرا. يعني مصر ما تسمعني طول ما أليس قاعدة بهيدا البيت. انا ولا ممكن اسمعك حسام. مثل ما قلت، نحن لازم نرجع بيتنا هلأ. لا آدم، نحن لازم نبقى هون، لأنه إذا فلينا منكون عملنا اللي بدي إياه، وفشلت أليس القاضي تاخد اللي بدي إياه. وإنت قادرة تتحملي؟ طول ما أنت حد حياتي رح أقدر. خيك عم يتصرف هيك بس كرمال لورا ما تغار. بس صدقني آدم ما عنده شي تجاهه، وأكبر دليل طلبنا لتصوير إعلان بشركته، وتالورا ما تغار حطناي بالواجهة. وانتي وافقتي تصوري الإعلان؟ بصراحة أنا ما كان بدي، بس تأكسر الجليد وافقت، والتصوير بعد 3 أيام. لورا مع خبر ولا لا؟ ما بعرف بيبي، بس يمكن مش مسترجع يخبره. وهلقدي لورا قتلت له شخصيته؟ حرام، لورا قلبها طيب بس عقلها صغير.
وآدم بيكون خايف تفكر إنه في شيء بيني وبينه. شفت هلأ ليش عم يتصرفوا معنا هيك؟ فهمت. طول بالك عليهم كرمالي. كرمالك كل شيء بيهون. بحبك. وأنا كمان. ايه مروان وينك؟ انه وين بدي اكون بهالوقت يعني؟ كان عندي جلسات ورجع على المكتب هلا. فيك تمروا علي على الشركة؟ ليه خير صاير شيء؟ عايزك بموضوع ضروري بس تجي بتعرف. لا من صوتك وطريقتك بالحكي. شكل القصة جد. يلا شوي بمرق لعندك. طيب ما تطول. ما تواخذني عم تقل عليك دم. جوزها وجابها تعيش معي بالبيت. شو رأيك؟ ما عم صدق لورا. لا صدقي. وعلى لحظة آدم كان بده يترك القصر تنرجع نروح نعيش بالشقة، بس أنا ما خليته. برافو عليكي، بس عن جد الله يعينك. ما كان آدم راضي يرجع على الشركة، لو ما أنت جيت تقعد معي. لأنه بيعرفها رح تضايقك. ما هي بوجوده ولا بغيابه، ما عم تقصر. وينهم هلا؟ فوق بأوضتهم. دعيلي ناي، دعيلي الله يعطيني الصبر وطولة البال. اي والله الله يصبرك. شو بدك تعملي؟ بدك تتحملي. سوري حبيبي، مشكلتي انا نسيتني بيك. طمنيني، شو قالكم الحكيم عن عمو جميل؟ ليك قدامك حل من اثنين، يا بتتركي هالبيت يلي هو بيتي انا بالذوق، او حياتك رح تكون سودة. لانك طول ما انت قدامي عيوني ما رح اخلي نهاري يمرق على خير. فكر بسرعه ونفذي واحد من هالخيارين. فيني اعرف ليش حبيبتي حابسه حالها بالاوضه؟ ماني حابسه حالي، بس عم بقرا بالكتاب. والكتاب هيدا منه حجه لتهربي من اللي عم بيصير برا؟ هيدا واقع علينا اثنيناتنا، لازم نتعود عليه ونتقبله. طيب الوقت مش مأخر، شو رايك نروح نصلي عند امك؟ لا دخيلك، ما قلج لهيدا هلا غير ثيابي، خليها ليوم تاني. مثل ما بدك. شو رأيك أنت تلبس البيجاما وتجي تقعد حدي تخبرك قصة الكتاب؟ بس قصة الكتاب؟ عدي للعشرة رح يصير جاهز، رح فوت أخذ دوش على السلم. حبيبي. هيدي قصتي مع الشاب اللي كنت أحكي معه قبلك. خبرتك إياها من دون ما أخبي عليك أي تفصيل، بس لحتى يكون كل شي بيناتنا واضح صريح. بشو عم بتفكر؟ اللي قلت لك ياه ممكن يخليك تتراجع؟ لا العكس، بس بهمني اعرف اذا بعد في تواصل بينك وبينه لحد هلا. تأكد انه لو كان في تواصل انا ما كنت خبرتك. بعتقد انك بتعرف اني كنت قادرة احتفظ بهالشغلة لحالي. وانت كمان ما بظن انه ما كان عندك ولا تجربة، ولما تقدمت لي اكيد حسيت انك مش ملزم تخبرني عنه. بس انا ما بقبل على حالي اني اعمل معك هيك، وبحس ان علي اقدم لك حالي مثل ما انا، وانت يا اما بتقبلني يا اما بترفضني. حكيك هيدا ياسمين كبرك بعيني اكتر.
أعطاني دافع لحبك أكثر. أنا رح أعمل جهد لحتى تكون مبسوط ومرتاح، بس عندي طلب صغير منك يوسف. ما عاد بدي ولا يوم، ولو شو ما كانت الظروف اللي منا نمرق فيها، هالموضوع ما عاد بدي نفتحه من جديد. قصتي مع هيدا الشاب كانت ورقة بحياتي وانطوت، ما رح ترجع تنفتح مرة تانية. اوكي وانا موافق. اطلب لي جاتو. بس هيك؟ بالوقت الحالي بس هيك، ما بعرف بعدين شو ممكن يطلع عبالي. لك يخبرني اللي بيلبق له يتغنج عليه. حبيبي إذا فتت نمت بتزعل مني شي؟ وليه بدك تفوتي تنامي؟ تقلحقوا على الصبح بكير وروح على تصوير الإعلان اللي حكيت لك عنه. يعني ما فيك تقعدي معي شوي؟ حتى لو ما فيي رح أقعد كرمالك. كرمالي صرت عم تعملي أشياء كتير؟ ورح ضل عم بعمل، وما رح تفهم السبب إلا لما تصير تحبني قد ما بحبك. عندك شك بحبي إليك؟ أبداً، بس أنا بحبك أكتر بكتير من ما بتتصور.